طيب نطلع على البوما 560 فيه له اربع وضعيات مختلفه بنبدا فيهم. متذكرين شو الكيو؟ الكيو بالحاله هاي كلهم هدول هم وان بوز، يعني هدول كلهم كل واحد فيهم بيمثل وان بوز. هلا اظن كيو زد هو عباره عن 6 زيروز. هادي هون كيو اس اللي هي ستريتش. لاحظوا الروبوت لما يكون ستريتش كثير شو بقدر اقول عنه وضعه؟ وضعه صعب في هذيك الوضعيه مضبوط. لما يكون فولي ستريتش يعني لو طلبت منك تمد ايدك تتناول شغله وضعك صعب جدا في الحركه مضبوط. هذا ستريتش. هلا رح نشوف احسن وضعيه ابدا فيها البوما 560 هي الكيو ان، تطعيني نون سنجلر بوزيشن. هلا رح نطلع اول شيء على الوضعيات كلها هاي وبعدين رح نفحصهم باستعمال شيء اسمه المانيبيولابيلتي. خليني اشوف اول شيء اعمل هاي الروبوت اللي عندنا هون اللي شفتوه دائما كنا نكرره. هلا بيجي هذا معاه من الموديل، اول ما عملت الموديل رح يجي معي ست وضعيات. خلينا نطلع عليهم شو هم. كيو زد صحيح كلامك صح. كيو زد بتيجي وضعيه زي هيك، كيو زد زي كيو زد اللي هناك فيها الست الزوايا كلهم صفر، هذا مش وضعيه مناسبه اني ابدا منها. وفي كمان عندنا كيو نومينال ان نومينال وحاط نفس لك الواحد وهي هدول. هلا هاي اظن اللي هي باي على باي على 2 باي على 4 مش هيك؟ باي على 4 لانه 3 على 4 بتعطيني 0.75. هذه باي على 4 45 درجة، هذه باي الزوايا المختلفة. ثيتا 1 جابها عادي ثيتا 2 اللي هي الشولدر اعطاها باي على 4 اللي هي 45 درجة مش هيك؟ 180 درجة وبعدين هون 0 اعطى زوايا مختلفة لهدول. لاحظوا 5 مش 0 ثيتا 5، لو كانت ثيتا 5 0 اظن انها عند ثيتا 5 0 بيصير الايمنت بين ثيتا بين 4 و 6 اوكي؟ فبحاول يتجنب هذا الموضوع. هلا رح نعملهم بلوت كلهم ونشوف كيف شكلهم. وعندي كمان في كيو ار. هلا كيو ار هلا بشوف تعريفها شو كان، هلا بنشوف الدوكيومنتيشن كيو ار. واخر شيء عندنا كيو ستريتش. كيو ستريتش كانهم كلهم زيروز ما عدا واحده منهم اللي هي ماينس باي. هلا بنشوف شو هي، بنشوف وضعيتها. هلا اظن اذا عملنا دوكيومنتيشن انا طبعت هذا المضبوط اوكي. هي هذا مع الدوكيومنتيشن هذول عارفين تقراوها. هاي كيو زد زيرو جوينت انجل كونفيجريشن، كيو ار فيرتيكال ريتد كونفيجريشن. بعرفش كيف شكلها هلا بنشوفها. اذا بدي اعرف كونفيجريشن هذول كيف بدي اعمل، اذا بدي اعرف كيف شكلها بنعمل بلوت. بلوت كيو زد، بلوت كيو ان، بلوت كيو ار، بلوت كيو اس دي 560 وكيو ان ار از ات ا نومينال نون سنجلر كونفيجريشن. خلينا نطلع هذول الكونفيجريشنز كلهم نعملهم بلوت. فناخذ اول وحده فنعمل بي 560 بلوت، ناخذ كيو زد مثلا هاي. اذا بتطلع هون كل الزوايا اعطاها زيرو بما فيهم هاي. هلا هذا زيرو يعني هو متجه بهذا الاتجاه. هلا هاي كانها الزيرو تبعت هاي. انا بدي ارجع نطلع على كيف التعريف تبعها اعطيناه، التعريف اللي هون، وبعدين البقية اعطاهم كلهم زيرو بهذا الاتجاه. هاي الزاوية اعتبرها هون زيرو، زيرو بهذا الاتجاه، وهاي زيرو بهذا الاتجاه. لو جينا اطلعنا على كيو ان مثلا، او خلينا نطلع على كيو ستريتش. كيو ستريتش كاني عملت له شديته. شو بتتوقعوا وضعيته بهاي الوضعية رح تكون؟
صعبه. اذا طلبت منه يمر في هذا المكان طلع هو مادد ايده تمام، يعني تخيل انا لو جيت طلبت منك تمد ايدك هيك او تمر بهاي الوضعيه، وبعدين هون بدك تجيب شيء بعده. هلا انت صعب جدا ما عندكش اشياء تتحكم فيها، فاهمين؟ لو انا مريت بهاي، لو مريت بهاي النقطه، مش انا سهل اعمل هيك او سهل اعمل هيك او هيك او هيك او هيك؟ لما بكون انا مشدود من هون لو طلعت لفوق بقدرش اضل عند النقطه هاي، حرجع ارجوع، واضح؟ فهذه اصعب اني امر فيها. هلا بدنا احنا ميجر، بدنا شيء رقمي يقيس قديش الصعوبه في المكان او السهوله، قديش انا قريب على سنجلاريتي او بعيد من سنجلاريتي. هلا رح نطلع، خلينا نطلع على كيو ان كمان. هاي كيو ان، كيو ان وضعيه مريحه. هاي بتعطيني وضعيه مريحه. مش ما شادد الهاي ولا عامل 90 درجه، بتعطيني وضعيه مريحه فبتعطيني ابعد شيء عن السنجلاريتي. واخر شيء خلينا نشوف الار ايش هي. الار كانها ريدي، كانها زي ستريتش، مضبوط؟ مش هاي نفس فكره ستريتش؟ نفس فكره ستريتش بس ستريتش هون مش ستريتش بهذا الريدي. بس احسن وضعيه اني اشتغل عليها هي الكيو ان، رح تشوفوا هلا رقميا رح نثبت ليش الكيو ان احسن من البقيه بشكل رقمي مش بشكل كلامي.